ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان إسرائيل على مدينة جنين ومخيمها إلى 8 و14 إصابة بينها حالات خطيرة خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال إلى جانب قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على المدينة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور واعتلى قناستها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، بينما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه. ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات مدعومة بجرافات عسكرية وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.